النباتات الطبية والعطرية في الأقصر وصلنا فيها لغاية فين النهاردة؟ عايز أرقام كده وهنضخ إمتى استثمارات وهنشتغل عليها إزاي؟ شوف إحنا مدينة زراعية في الأقصر، إحنا هنا درسنا دراسات الجدوى كويس، عندنا تصور وخبرات علمية برة كتير، عندنا السوق العالمي إن مصر بتصدر 90% من منتجاتها. إحنا كل ما في الأمر المشروع كله محتاج جنبين، أولا جنب الأرض الحمد لله احنا تقريبا حصلنا زي ما حضرتك شوف حوالي 10,000 فدان هنبتدي نخلصها من الدولة الحمد لله، هم عاملين تسهيلات وعاملين الأمور يعني الحمد لله بفضل الله. الحاجة الثانية اللي محتاجين الدولة تساعدنا فيها النهاردة القيمة المضافة، النهاردة ما جيش أنا أرض زراعية ومشروع بالضخامة دي 10,000 فدان واجي تطبق لي نفس اللي عنده فدان تقول لي 1% ولا 3% من ثمن الأرض للمباني، لا أنا عايز تراخيص رسمي، كل مؤسسة وكل حجم مؤسسة بيبقى ليه تراخيص منفصلة، أنا عايز أعمل وحدة تجميع، وحدة الفرز، وحدة استخلاص الزيوت بالسي او 2، عايز وحدة استخلاص دقيقة ليه عشان أعمل مصنع للمواد الدوائية، طالما الطاقة موجودة وإحنا متكفلين بيها أظن التراخيص سهلة، فدي القوانين المعيقة للتنمية لابد إن هي يتبصلها للصالح العام.